وللحديث عن توقيع اتفاقية اليوم بين مصر والبرازيل لاستيراد اللحوم والتعاون الزراعي، معنا عبر الهاتف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. دكتور محمد، كيف ترى آفاق التعاون المصري البرازيلي خاصة في المجال الزراعي واستيراد اللحوم على ضوء اتفاقية اليوم؟ يا لو سمح لي اشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا. والحقيقه في تعاون كبير بين دوله مصر ودوله البرازيل، اكثر من 100 عام اقامه للعلاقات الدبلوماسيه بين البلدين، وده نتج عنها ان الحمد لله بنشوف في العام 2023 يعني علاقات تجاريه بتصل الى حوالي 3.4 مليار دولار، وبتتضمن صادرات مصريه الحقيقه زي الاسمده بقيم تتجاوز ال 183 مليون دولار، وايضا الفواكه بتقيم 68 مليون دولار، وكمان بنستورد من الجانب البرازيلي الحبوب وده بقيمه 700 اكثر من 700 مليون دولار، وبعض واللحوم طبعا بقيمه 392 مليون دولار. ده كان عن العام 2023. احنا النهارده لما بنلاقي في علاقات وفي فرص لتوطيد العلاقات واتفاقيه لتوريد اللحوم، ده امر مهم جدا خصوصا ان احنا داخلين على موسم رمضان ومواسم الاعياد، ودي بتشهد اقبال من المواطنين على شراء اللحوم، فان احنا يبقى في مذكره تفاهم وتعاون مشترك بين الدولتين لتوفير وتامين توافر اللحوم في الاسواق خلال الفتره المقبله، ده اكيد هيكون له دور كبير الى جانب الانتاج المحلي يدعم بشكل كبير اتاحه اللحوم امام المواطنين باسعار مناسبه، ويكون في فرصه لتلبيه احتياجات المواطنين وتوفير الامن الغذائي للمواطن المصري باذن الله. يعني مردود هذه الاتفاقيات سيكون سريعا، بما انك دكتور محمد تحدثت عن قدوم شهر رمضان وازدياد التعاون فيما بين مصر والبرازيل عن عام 2023 وفقا للاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم. يعني طبعا ان شاء الله يكون في مردود سريع في توفير اللحوم، خصوصا الحقيقه الاتفاقيات اللي تم توقيعها اتفاقيات متعدده بتتضمن ان يبقى في خط جوي بين ساو باولو والقاهره، يتضمن توريدات اللحوم، يتضمن تامين احتياجات البلدين من المنتجات الغذائيه كل فيما يتميز به، فده بالتالي هيكون فرصه جيده لسرعه تلبيه احتياجات المواطنين، خصوصا ان احنا كمان يعني في الدوله المصريه احنا عارفين موافقات اقتراضيه لاكثر من 154,000 راس ماشيه بتتنوع ما بين عجول ذبح فوري وعجول بغرض التربيه، وبالتالي في فرصه ان يكون في سرعه لاستجابه السوق او تلبيه احتياجات السوق وتوافد الكميات من اللحوم للاسواق المحليه، وبالتالي ده يؤدي الى انضباط الاسعار باذن الله ونتيجه الجهود اللي بذلت في العلاقات بين الدولتين ان شاء الله. اهم ثمار التعاون في المجال الزراعي وكيف سيتم تطويره؟ هل فيما يتعلق بمجالات الاسمده فقط ام فيما يتعلق بالجديد في الانتاج الزراعي التكنولوجي ايضا؟ يعني الحمد لله احنا بنتكلم على صادرات البطاطس تم فتحها لاول مره للسوق البرازيلي، وده فرصه ايجابيه جيده. ايضا بنتكلم على صادرات الفواكه المختلفه والخضروات، كان العام الماضي احنا بنتكلم في حوالي 68 مليون دولار، ان شاء الله يكون في زياده نتيجه فتح سوق البطاطس البرازيلي امام المنتج الزراعي المصري، وكمان العلاقات الخاصه بتامين اللحوم وتوفير كميات من اللحوم للدوله المصريه، فاكيد ده كله هينعكس بشكل ايجابي في حجم التبادل التجاري بين الدولتين. ويعني طبعا دوله البرازيل من الدول اللي بينا وبينها علاقات جيده، واحنا بنعتبر يعني شريك تجاري كبير جدا ليهم، سواء بالنسبه لهم في افريقيا او هم بالنسبه لنا في منطقه امريكا اللاتينيه، في تعاون كبير جدا بينا وبينهم، واكيد ده هيؤدي الى نتائج اكبر وعائد افضل في مزيد من التنميه الاقتصاديه ومزيد من العلاقات التجاريه والتبادل التجاري بين الدولتين ان شاء الله. أشكرك جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، كنت معنا عبر الهاتف.